امرأة يعني خل أقول لك ما عندها شيء ولا عندها علم، امرأة كبيرة في السن، عندها كل يوم جمعة تفتح التطبيق وتستضيف الخادمات العاملات اللي بنظام الساعة، اللي يجون ساعة كذا وينظفون البيت ساعة ساعتين، فتستضيفهم يوم الجمعة وتجيب 4 خادمات يجون متعودات، يدخلون ينظفون يمشون الساعة 80 100 أيا كان. فيتفاجئون إذا دخلوا أن في تورتة وكيك وجلسة وحفلة، وتقولهم حياكم الله أنتم ضيوف. لا إحنا بنشتغل يا ماما. لا 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 تشتغلون، أنتم ضيوف عندي، تفضل أجلسوا. وتأخذهم من جنسية واحدة، وجايبة لهم داعية وجايبة مطويات وكذا، يجون ساعتين يأكلون عندها ينبسطون، تسوي لهم برنامج، هذه الداعية تكلمهم تعطيهم منشورات ويمشون. كل واحدة 80 ريال تكلفها في كل أسبوع، أسلم على يدها 15 واحد. الله أقسم بجلال الله 15 واحدة. شوف التفكير وين. شوف أنت، شوف أصدق الله بيجيب لك الخير كذا بأفكار إبداعية، أفكار إبداعية. في أفكار كثيرة لما أنت تشتغل عليها، في ناس يشتغلون على الواتساب بس، ينزل حالات شغال على هذا. أنا ما أقول لك الناس، أقسم بجلال الله أمي الله يحفظها وأمهاتكم يا رب العالمين، هذه السنة الخامسة عندها جروبات واتساب. أمي لا تكتب ولا تقرأ، لا تقرأ لكن ليست متعلمة. السنة الخامسة اللي عندها جروبات قرآن كل يوم تنزل وجهين يقرؤون، ختم القرآن 5 مرات في هذه جروبات الواتساب. الله والله لا عندها دار تحفيظ، وعلى فكرة جروبات مش جروب ولا جروبين ولا ثلاثة، لا عندها دار تحفيظ ولا عندها إمكانات ولا عندها مدرسين ولا. نور خير، نور خير، أنت بخير ما دمت نور خير. هذه من القواعد المهمة، أنت بخير ما دمت تنوي الخير، وأنت بخير ما دمت تعلم أو تشعر أنك لست بخير. إذا حسيت أنك أوه ختمت وأصبحت يعني كل شيء، لا 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 انتبه، أنت الآن المفروض يعني أنت في خطر، تدخل في في لوثة العجب بالنفس. اللي أقصده أبو جودي، إذا تبغى الخير ونشر فضيلة ترى ما صعب، الآن من أسهل ما يكون أن تقدم خيرا. وعندي قصص كثيرة وأشياء غريبة يعني يعني ما تتوقعها. في ناس يفتحون حسابات وينشرون آيات وتضرب معاهم، في ناس يديرون حسابات آخرين وما شاء الله تبارك الله، في واحد بس شغلته يرتوت للتغريدات الأموات مثلا اللي فيها خير، فلان مات يروح يدور التغريدة حلوة يرتوت له. يشاهد النفس، هذا رجل لا يرتجع أن يمدح أحد، هذا ميت ما راح يمدح، لا يروح يدور حسابه كذا عبارة حلوة ولا تغريدة ولا تسبيحة ولا تحميد يرتوت لها، يبغى لها الخير. ما هذه النفس، ما هذا النقاء، ما هذا البحث عن التأثير. اللي أقصده بس باختصار أن من أراد خيرا سيجد فرصا كثيرة لم تكن موجودة ولا متاحة سابقا، يستطيع من خلالها أن يقدم خيرا، أن ينشر فضيلة، أن ينير عقلا، أن يشرح صدرا. ويعني الموفق من يوفق الله عز وجل، وليس على الإنسان إنجاح سعيه ولكن عليه أن يجد المساعي.